2500 منزل متضرر من الفيضانات. هذايا حسب تصريح وزير التجهيز بعد الاجتماع اللي انعقد البارح في الولاية بحضور السيد وزير رئيس الحكومة سيد يوسف الشاهد. فوالا أمين شنو رايك؟ باهي مادام فما تعويضات مادام جا هذه تسبقه كهور هي 1500 دينار قال لك 1500 1500 دينار تسبقه حتى لاستكمال عملية التقييم. ثبت في الشيفر 1500 دينار مليون و500 مليون و500 الكل دار ولا الكل دار في بالي الجمله ليه مليون و500 باه وكيف يعرفوهم الديار اللي تضروا خاطر فما الليجان هي اللي تعمل الليسته نتاع الديار المضروره. دونك في انتظار ان الليجان تكمل تقوم بالعمل نتاعها باش ما يقعدوش يستناو العباد 1500 دينار باش تكون تسبقه ل 2500 منزل متضرر من الفيضانات في ولايه نابل. دونك حاجه باهيه فما برشا اجراءات باهيين قاعدين يقوموا بهم. والبارح حكينا على تطبيق هاو تطبيق بداو في صفيصة على المره هذه ان شاء الله معناها مش مع المهم في التسبقه المهم انه الاضرار الكبيره زاده خلينا نقولوا زاده المضرين برشا وما تصيرش فيها تلاعبك اللي عنده شكون ما عرف ياخذ تسبقه ان شاء الله ليه ان شاء الله ليه نحن ديما عندنا ثقه عندنا ثقه في اللي جاي صحي وباش توصل خاطر فما برشا مش الاضرار الكل كيف كيف راه اكيد خاطر فما اللي داروا الكل مشات فما اللي تاح له كجوست ما نعرف شنو حيط ولا الاخر شقق له حيط معناها ديما بالاولويات ان شاء الله تكون سينو البارح كانت أول حلقة من برنامج ليميسيون سيزون هذايا باللي كرونيكور جدد نتاعو شفنا دموع إبراهيم القساس إبراهيم القساس اللي قال عديت صيف كامل في السجن ظلما وبهتانا. دونك حكي لنا كيفاش تعدى صيف كامل عليه صعيب بكى وقرا قصيدة كيما عودنا إبراهيم القساس وقال اللي اتهام ما تدخل للسجن بسبب اتهامه بالاعتداء على مجلس التصرف من معتمدية سوق الحد. بون جيم على ابراهيم القصاص معناها تحبني نعمل ولا جيم با ولا على الميسيون ولا على الظلم اللي تعرض الميسيون كان تحب لا الميسيون تفرجتش ما تفرجتش لكن قال تعرضت لبرشا ظلم وما تعرضت لها السيف هذا ممكن ما بويسكو ما نعرفش الحكايه بالضبط ما نجمش نقول لا جيم لا جيم با خاطر ما دام وصل تحاكم وكل شيء ما تصورش يتبلوا عليه تصورش القضاء باش يتبلى على عبد هكاك اللي طاح لدازو يعملوا له قضيه. ثاني حاجه ابراهيم القصاص هو بطبيعته ديما عنده تقاطق نتاعو اللي كان في المجلس التاسيسي في المجلس هذا بعد المجلس وفيما يخص ليميسيون ما نعرفش انا البارح بالضبط ما تفرجتش كاني وليت حظبه وقول حظبه وقول برشا دي كرونيكور شفت أنا في الافيش معناها لا شفت في الافيش فما برشا دي كرونيكور ومنا معناها فتو ناجله تونسيه وليت معاهم قصاص معاهم تويك اي ناس اللي كانت في حنا بعد ولا في تونسنا زاد اي الاخر طرابلسي ولا سيف طرابلسي سيف طرابلسي معاهم معناها حك راسك ولي كرونيكور تو في تونس باهو هكا ابراهيم القصاص هو اللي عمل الثوره معاه سيف طرابلسي بحذايا في اطار التلاقي اللي كان يدافع عن الثوره اللي عملناها زعما ضد الاستبداد بقى معانا زاد ما نظلموهوش سيف طرابلسي خاطر بويسكو زاد يدور ولاباس عليه في تونس ما وراه حتى تهمه في اخر حلقه ولينا نشوف في طرابلسي في برامجنا في التلفزه هذه الثوره بدايه بالك شي. دونك سينو الاخبار الثالث تصريح المقديد السهيلي نقيب الفنانين التونسيين يعلق على الفيضانات اللي صارت في نابل. شنو يقول موجة الفيضانات اللي اجتاحت ولاية نابل مؤخرا عقاب إلهي. وش قال من بعد علق في ستاتيو على الفيسبوك نتاعو على الصفحه الرسميه نتاعو في الفيسبوك قال الرجوع الى الله وطلب المغفره من اجل ان تنجو بلادنا من كوارث اخرى هو اللي لازم يصير. شنو عقاب إلهي معناه ربي حاسب فينا كما قال العلمانيين يتعاركوا شكون يكفر اكثر كلنا نعرفوا العلوم والفيزياء لكن لازم نرجع لربي شوي ان شاء الله زاد هو الله لا يوريه من اللي شافته العباد في نابل مش يقول هو عقاب الهي وثاني حاجه ما فهمتش انا عقاب الهي واحد نعرفه ذي قوه ربي معناه واحد حتى واحد ما يجي ضد قوة ربي ما أنك أنت تصرح بها عقاب معناه العباد اللي في نابل الكل اللي ضرت عامل الخايب على ذيك ربي عاقبنا شنو هكاك باز يقصد هكا شنو عقاب إليه
تعاقبت كان هو عقاب إلهي تاع تونس كل ما جات في نابل جات في نابل معناه هو عقاب إلهي معانا معناه هو معاقب معانا ولا يظهر لي كان فما عقاب إلهي ما نكونش هو عقاب رب بعثونا عقاب إلهي خاطر فما تصريحات فما عباد تعرف تصرح بالحق فما عباد صحيح تلقى هذا نيتها باهية صحيح تجي تطبها تعميها العباد ساعات يجي باش يحكي حكاية باهية يكفر لها يخونوا التعبير هو التعبير وعقاب إلهي معناها هذا إيش مات انديريكت مازلنا في نفس السياق نطق رسمي باسم رئيس الحكومة اليوم يخرج خبر كاد يتسبب في كارثة وأزمة بين إيطاليا وتونس الخبر شنو يقول؟ يقول رئيس الحكومة يرفض لقاء وزير الداخلية الإيطالي على خلفية تصريحه اللي هاجم فيها توينسا وتهمهم بتصدير التوينسا معناتها الهجرة الغير شرعية وحكاية عليهم وكنا حكينا عليها في جيم تاع قبل دونك رئيس الحكومة في غلطة يقول اللي مش رئيس الحكومة نطق رسمي باسم رئيس الحكومة في غلطة يقول رئيس الحكومة يرفض لقاء وزير الداخلية الإيطالي أوغوزمون رقفوها الغلطة ذي وتصلحت ووصل وزير الداخلية الإيطالي ما نتصورش معناها بون نتصورتوا في الكوميونيكاسيون ولينا صفر نحن في تونس لاحظناها ولينا صفر على الاخر لا رئيس الحكومة تعرف شكون تحط يحكي لا رئيس الجمهورية تعرف شكون تحط يحكي لا مرصد جوي زاد يعرف شكون يحط يحكي حتى واحد ما عاد عارف شكون يحط يحكي دونك ما عادش نستغربوا من قلة التواصل في بالحق هذه كانت تسبب كارثة وأزمة بين دولتين هي هاك تشوف مناش من قلة التواصل من ضعف التواصل في تونس ما عندناش ناس تعرف تحكي ما عندناش مسؤولين يعرفوا يحكيوا في تونس المشكلة مش في المسؤول راهو تويك المسؤول راهو ما عنده شيء ما يعمل في تونس بلاد العبيد اللي تحكي بلسانه اما فما 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 حديث فما حديث يريث شعب فما حديث يهيئ الشعب فما حديث يخليك متفائل فما حديث يخليك متشائم نحن في تونس ما نعرفوش نوصلوا المعلومه للشعب الشعب بسيط ساعات توصل له معلومه ما يفهمهاش والا توصل له كلمه في وسط معلومه كامله تبدا خارجه على السياق يشدولك في الكلمه هذيك دونك لازمنا نراجعوا روحنا في حكايه الكوميونيكاسيون نعرفوا شكون نحطوا ناس تحكي وتتواصل مع الاعلام وتتواصل مع العباد مع العباد سورتو زيد خاطر عندهم الحق باش يوصلوا معلومه صحيحه باش ما يتقبلوش معلومات جارحه ساعات اما شوف البرا راهو حتى الرؤساء والوزراء والناطقين الرسميين وغيرهم في بالك يبدا عندهم دي كوتش سبيسيال باش يعلموهم يحكوا ماهوش عبره تمشي تعمل كوتشينج تتعلم كوميونيكاسيون خاطر الكوميونيكاسيون ماهيش حاجه سهله لازم يكون كوتشينج ناجح وكوتشينج ناجح احنا في تونس مالوغوزمون مش كلهم فما راهو شكون من المسؤولين يعمل في كوتشينج معناتها باش نتاع كوميونيكاسيون وغيره نتاع لي سوفت سكيلز معناتها وفما لي الوغ كو انا نشوفها حاجه ذا سوفت سكيلز هما الكوميونيكاسيون الحاجات اللي لازمنا نقريهم اللي توا دخلوا الجامعاتنا راه لي سوفت سكيلز اللي هي حاجه باهيه يخرجوك تعرف كيفاش تدخل تدابت في المجتمع راه معناتها خاطر واحد يقرا وما غير دي سوفت سكيلز بور موا ما نجمش سورتو واحد يبدا ناقص في حياته سوفت سكيلز مش بيه لازم كل واحد عنده سوفت سكيلز قوي في حياته باش ينجم ينجح عاطف عنده تبارك الله سوفت سكيلز قوي برشا عنده ثمار سكيلز عاطف مش سوفت سكيلز باهي الاخبار الاخراني النفط مقابل الغذاء تصريح لوزير التجاره اليوم عمل بلبله كبيره والفيسبوك الكل يحكي والعبيد الكل يحكي مشروع النفط مقابل الغذاء نحكيو على الليبيا بيان ايفيدامون اثر بلبله ما عجبش برشا توينسا قال علاش وصلنا لهوني علاش وصلنا معناتها نعملوا في شونتاج لخواتنا اليوم توا عايشين حرب يعطينا نفط مش موافقين على مشروع المشروع هذايا مشروع النفط مقابل الغذاء شنو معناه نحن كيفاش النفط مقابل نعطيهم المواد الغذائيه مقابل النفط نحن وقفنا مع اخواتنا في ليبيا في حتى ما غير ما عطاونا نفط معناه في بريود الواحد الناس كل جبنا حتى سكناهم في ديارنا عاشوا في تونس عاوناهم معناها ما فيها باس كي تبدا معامله على نحسبوها استغلال نحن على ما نحسبوهاش معامله مش خاطر باش نعطيكم بالكشي نحن زاد مستحقين وهم مستحقين كل واحد مستحق وكي يبدا زوز اخوات مستحقين يقدر يعاونوا بعضهم ماهيش عيب انا عندي انا هو التصريح هكا نرجع ونقول لك التصريح كان قاسي طريقه ما توصيل معلومه النفط مقابل الغذاء ما هكا ولا شونتاج صحيح ممكن الشونتاج هذايا الكلمه اكبر من انه اعانات ما بين زوز دول ومش زوز دول ما بين دوله واحده نحن وليبيا والجزائر والمغرب ما نحسبوش رواحنا دول بعاد على بعضنا ولا مقسمين
دونك انا نحسبها معامله من التصريح ممكن النفط مقابل غذاء رزينه. صحيح رزينه هذاك علاش نرجع ونقول ديما عندنا مشكله نتاع كوميونيكاسيون، عندنا مشكله نتاع كيفاش نوصلوا معلومه لازمنا ناخذوها اون كونسيديراسيون معناتها ونشوفوا لها حلول. كانت هذه جيم جيم با لليوم. جيم جيم با